أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا مناظر طبيعية خلابة، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل نيكولا بوسان. خلال ذلك العصر كانوا يرسمون العديد من المشاهد من الكتاب المقدس، وهذه لوحة رسم لآدم وحواء في جنة عدن. خلق الله الكون وكل شيء، وخلق البشر الأولين آدم وحواء. تشير حواء في هذه اللوحة إلى ثمار شجرة معرفة الخير والشر، ونظرا لذلك يبدو أنه لم يقطف أو يؤكل منها شيء بعد. ثمار شجرة معرفة الخير والشر هي ثمار تجعل من يأكل منها يميز الخير عن الشر، وأكل كلاهما من تلك الشجرة التي منعهما الله من أكل ثمارها وأخطأ فابتعدا عن الله. هذا عمل توماس كول، وخصائص اللوحة هي أنها توحي بمخلوقات الله ووجوده في المناظر الطبيعية. تتباين الغابة الموحشة المظلمة في المقدمة مع الوادي الظاهر بمسافة عن بعد. عند النظر إلى الغيوم المظلمة التي تملأ السماء على اليسار والأشجار المتدلية في الأمام، نشعر بالإحساس المظلم والموحش للغاية، بينما على اليمين عند النظر إلى السماء الصافية والوادي الهادئ والتلال المنخفضة تبدو هادئة للغاية. إن الأمر رائع جداً، إنه يمكن التعبير عن عجائب الطبيعة بمثل هذا التباين على لوحة واحدة. هذا عمل بيتر بول روبنز، قد رسم هذه اللوحة بطريقة يمكن فيها الشعور بسعة خلق الله. عند النظر إلى قوس القزح المشرق في السماء، أشعر كأنه رحمة الله لنا، كما أن الانسجام بين البشر والحيوانات داخل الطبيعة جميل جدا. هذا عمل هنري ماتيس، قد رسم في هذا المشهد امرأة تستمتع بالاستجمام على الشاطئ. يعطي عمله إحساسا متنوعا وقويا للغاية. بشكل عام يبدو أن الشمس على وشك الغروب مع انسدال ضوء الشمس القوي، ربما لأنه استخدم الكثير من اللونين الأصفر والبرتقالي. طريقة رسمه فريدة جدا، أليس كذلك؟ عند النظر إلى اللوحة بالتكبير يمكننا أن نرى أن الضربات لرسم الخطوط القصيرة بالألوان المختلفة كانت دقيقة جدا. حتى البشرة منسجمون بشكل عام، ربما لأن استخدم ألوان متشابهة لألوان الطبيعة المحيطة. هذا عمل بول سيزان، وهو منظر للجبال من مسقط رأسه. في هذه اللوحة الأبرز والأكثر إثارة للذهول هو أن الشجرة في الوسط رفيعة مقارنة بالمشهد العام وواقفة طويلة. للوهلة الأولى يبدو كأنه منظر عادي، لكن كان لديه أنماط الرسم الخاصة به. كانت طريقة لترك لمسات الفرشاة بتقاطع الخطوط الأفقية مع العمودية. فما رأيكم؟ هل يمكنكم أن تشعروا بضربات الفرشاة تلك؟ هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ هذه المرة أحضرت هذه الصورة لأنني أردت رسم منظر طبيعي بمنزل بين حديقة الزهور الجميلة والأشجار. أريد رسم الطبيعة بالألوان الزاهية والدافئة، إذن
لنبدأ من الآن. نعم، قد أكملت الرسم التخطيطي. هكذا مسبقاً، أولاً نلونه بأقلام الألوان. سنلون حديقة الزهور بألوان الشمع. سيكون التلوين بها أسهل مقارنة بأقلام الألوان لأنها أكثر سمكاً. وسنلون الناحية الخلفية بأحجام صغيرة لتبدو أنها بعيدة. ونلون العشبة بين البتلات مرة أخرى بأقلام الألوان. وهذه المرة سنرسم أوراق الشجرة بضربات ألوان الشمع بدلاً من الألوان المائية.
وسنرسم نوافذ المنزل أيضاً بقلم أسود رفيع. سوف ننهي الرسم مع أقلام الألوان. نعم، قد اكتمل كل شيء يا أصدقائي. أنتم قادرون على رسم مناظر طبيعية أكثر روعة مني. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.